شيماء، يعني انت بتعطينا برضو كمان رسائل، على فكرة رسائل لكل احنا بنحكي عن ظروف وطن عربي مشترك. صحيح. انه كم البيئة الحاضنة داعمة، كم الدولة بتكون داعمة، كم احنا بنطلع ناس متميزين من ذوي الهمم. هلأ بالمقابل في أشياء عندك كتير رائعة، حكيتي جملة كتير حلوة إنه ربنا خص إلنا شيء معين لكنه جميل. الحمد لله. لكنه جميل. كم تقبلك لذاتك وكم تقبل ذوي الهمم للوضع اللي هم فيه؟ على فكرة هم أحيانا قد تكون نعمة يعني موجودة فيه لأنه ربنا بالضبط بالضبط. فكم هذا أعطاك فعلا دعم؟ لأنه أحيانا نجد تحديات وإحباطات، إنه في ناس أمام أي تحدي كتير بسيط صغير خلص بينسحب، أنا غير قادر، لكن أنتم قادرون باختلاف زي ما سموها مصر. والله هو الموضوع فعلا ان لو انت ما بقاش عندك جزء من الرضا او مش هتقدري تكملي حياتك. بالظبط. يعني لو انا ما رضيتش بدوت، اصل في واقع تقدري تغيريه وفي واقع مش هتقدري تغيريه، فانا مش هقدر اغير الواقع ده، يبقى ايه اللي يخليني ان انا افضل على طول متقدره؟ ما انا هبقى مبسوطه يعني مش هغيره، فابسط بيه اشوف. هو اكيد اكيد ما هو ربنا ما بيعملش حاجه وحشه، يعني دي الجملة دي أنا حافظاها من وأنا عندي 5 سنين. بابا كان على طول يقولها لي لما أنا كنت أبقى راجعة من المدرسة وأنا متضايقة، إن هما مثلا منعونا إن إحنا نقف في طابور المدرسة، منعوكي إن أنت تخشي في الأكتيفيتي والأنشطة المدرسية عشان خاطر مش هتقدري تتحركي. فدي كلها كانت عواقب بتقف قدامك عشان تقدري تكملي حياتك الطبيعية لأي شخص. فمن هنا ابتدى كل شوية يقول لي ربنا ما بيجيبش حاجة وحشة، هو أكيد شايل لك خير. فكنت اسمع منهم الكلام ده، بابا وماما، ابقى انا اقول ايه هما بيقولوا كده بس عشان خاطر ان انا ايه ما ازعلش وانا صغيره. لما كبرت وعرفت ان انت فعلا ربنا ما بيعملش اي حاجه وحشه، وان انت بتقدري تنجحي في حاجه، وكل واحد تبقى عنده ملكه، فبقيت واثقه تماما ان انا ليه ابقى متقدره عشان حاجه ربنا بعتها لي. يعني فبقى عندي رضا تام بيها، مبسوطه جدا بيها، وبالعكس مش عايزه اغيرها ومش عايز اعمل اي حاجه يعني عمليات تانية جديده لو في موجود. انا كده مبسوطه جدا وراضيه جدا بكل الوضع ده. اجمل ما بالاشياء هو القناعه والرضا بما يعني الله سبحانه وتعالى قسمه للانسان، وخاصه من اصحاب الهمم يكون عندهم هذه العزيمه والاراده. نقول دائما احنا اللي نتعلم من عندكم، تعطونا دافع للحياه، تعطونا دافع للاستمرار في كثير من الظروف. يصيبنا الاحباط، والذكرت بأن بالمدارس يقول أنت ما تقدر ما تستطيع. نتمنى بأن مدارسنا أيضا يكون رسالة بأن هناك مادة تدرس عن قوة أصحاب الهمم، وكأنما قصص قصيرة تذكر عنهم، عن إنجازاتهم ومبادراتهم على مستوى صعيد الإنجازات، الميداليات الذهبية وفضية بالرياضات، وذكرت 15 سنة تكون تحقق هذه الإنجازات. أكو طموح بأن تكونين مدربة؟ يعني حقيقة هذا الكلام اللي تقوليه إحنا أخذنا من عندك دافع وعزيمة ومعنويات بأن نكمل. أكو دافع تدريبي بالمستقبل؟ هو أنا كنت بمرن برضو وأنا بلعب، يعني كنت بمرن تنس وبلعب ريشة وألعب قوة، وكنت يعني بس أنا بحب أكتر من التدريب. هو التدريب ده بصراحة ملكة، وأنا يعني اكتشفت إن أنا ما عنديش ملكة التدريب. يعني أنا عندي بحب قوي المانجمنت، يعني بحب الإيفنتات الرياضية والبطولات، فأنا بحب موضوع الإدارة الرياضية بيبقى أكتر بالنسبة لي. وأكيد في ناس تانية هتكون عندها ملكة التدريب، فأكيد إحنا بنستخدمهم وبيبقوا معانا في كل القطاعات بتاعت الرياضة. لكن تدريب أنا ممكن إن إحنا نساعدهم بان انت زي ما انت قلت تديهم قصص نجاح، ان انت تبتدي تديهم طاقه ايجابيه عشان يكملوا، ودوت اللي احنا بنعمله وبنقدر ان احنا نعمله ان شاء الله. فبحاول ان شاء الله يا رب. شيماء، يعني بتخيل انه لما بيكون في حدث مهم في حياه اي رياضي محترف مثل البطوله، بيكون في وقت وكميه جهد وتحضير لهي البطوله. انت بالنسبه لك شيماء، كيف بيكون شكل هذا التحضير، وكيف بتعيشي يومك من بدايته لنهايته؟ والله هو الموضوع صعب، وخصوصا لما انت الحمد لله بتنجح. يعني انا يمكن دلوقتي في الريشه هو المفروض ان انا ترتيبي الرابع على العالم، فعشان ان انت تحافظ وتبتدي تتقدم بقى ان انت تبقى الاول. واحنا في الفتره دي اول استعداد لدوره الالعاب البارالمبيه باريس 2024، من هنا ابتدى التاهيل. فالموضوع دوت بيبقى عامل عليك يعني ستريس صعب شويه، ان انت عايز تفضل ماسك في ترتيبك وتحسنه، وفي نفس الوقت تعلي من مستواك الرياضه. فبتمرن يعني افريج ان انا بتمرن 4 ساعات في اليوم، 5 ايام في الاسبوع. بحاول بقدر الامكان ان انا اكل كويس، انام كويس،
الرياضة مش هي بس الشغل بتاعك، يمكن احنا شوية في المجتمع العربي كله مختلفين عن الغرب، ان الغرب الرياضي بيبقى دي شغلته، هو قاعد في المعسكر بيتمرن، ينام، ياكل، يشرب، يحقق. مجتمعنا العربي يمكن شوية مش كده، لان بالنسبة لي الرياضة هي انا دي الهواية بس انا ماسكة فيها، بس انت عندك شغلك، فالموضوع بيبقى فيه اوفرلود عليك اكتر. طبعا طبعا. فهي دي النقطة اللي احنا ايه بنحاول ان احنا نعمل البالانس ما بينها، ما بين ان انت تبقى عندك مصدر الدخل بتاعك اللي انت مش هتقدر تعيش من غيره لان الرياضة مش دايمة، وما بين الرياضة اللي انت عايز تحقق فيها عشان تبقى بتعمل انجازات غيرك ما قدرش ان هو يحققها. اكيد. فبحاول ان احنا عارفه عارفه يا شيماء، وانت بتتكلمي وبتجيبي السيره، على قد ما عايزه اسالك حاجات كتير عن الرياضه، بس انا دايما ببقى معنيه بالاهل، يعني الاب والام كمان معاكي هم ابطال. كتير يعني هم ابطال قوي يعني، وخلينا نحييهم كمان على الهواء. ابطال لان هم شافوا فيكي حاجه حلوه، شافوا فيكي امل وطموح، وطموحهم هم. ازاي قدرتي انت وبابا وماما توصلي انك تبقي الرابعه على العالم؟ يعني تفاصيل الحياة، كم ساعة تدريب، اللي بيحصل في البيت، مين بيروح مين بيجي؟ والله هو يعني أكيد أنا مش هقدر أوفيهم حقهم من هنا لحد ربنا يديهم الصحة، لأن هم سبب في كل سعادة أنا بعيشها دلوقتي. من وأنا صغيرة يعني من أول ما هم ابتدوا رحلة علاج، أن أنت تدخلي عمليات 6-7 مرات، تعملي عمليات عشان تقدري أن أنت تقومي وتمشي تاني، وهم يعني عانوا، وخصوصاً المعاناة اللي أنا شفتها معاهم، إن هم شايلين همي قوي إن أنا حياتي تبقى كويسة وأتعلم كويس، وإن أنا ما يبقاش عندي أي خلل نفسي نتيجة المشكلة اللي حصلت لي، وأمي وهي بتفضل شايلاني عشان خاطر أروح أعمل علاج طبيعي وأرجع. المواضيع دي كلها خلتني أفكر إن أي أم عندها طفل مختلف هي بتعاني. الأم بتبقى شايفة إن بنتها كده مش هتقدر تعيش حياة طبيعية، فرص هتقع في حاجات، في شغل، في جواز، في حاجات كتيرة. فدوت بيبقى بصراحة يعني ضغط عليهم كبير قوي، ما كانش بيوصل لنا الحاجات دي كلها. فده كان بالنسبة لي يعني إنجاز كبير أنا ما كنتش بشوفه، وبتخيل إن هو بسيط وضعيف. يعني لما كنت اقعد واتخانق مع ماما ولا او ليه وانا مش عايزه ده ومش عايزه، وحكم ان انت كنت بتبقي طفله هتدلعي هتعملي، لكن بلاقي ان هم ماشيين معاكي على نفس الخطة عشان ويزقوكي، وانا اقول له لا انا مش عايزه اعمل، انا خلاص زهقت. يعني لما تحبطي وتقعي في بطوله وترجعي تكملي تاني، هم اللي كانوا بيقوموكي، هم اللي بيفضلوا يزقك. ممكن يكون الموارد الماليه والاهتمام الاعلامي ما كانش كبير قوي، وهو يقول لك لا كملي، لا طب تعالي انا هوديك التدريب، وهي تقول لي لا لا اصحي بس وما تبقيش زعلانه وتعالي ننزل ونكمل، ايه يعني ما انت بتحبي النادي. فلا هم ليهم دور كبير قوي قوي وفعال، ما اقدرش خالص اوفيهم حقهم فيه. فبصراحه يعني كلمه شكرا قليله يعني. اكيد. يمكن انا بين كلماتها وبين تفاصيل كلمات اليوم، على فكره حلقتنا بتعطينا رسائل كتير جدا يعني. طبعا. حقيقه طبعا. يعني شوفي أكم الأب والأم لما يكونوا فعلاً واعيين ونموذج، وشوفي في المقابل التحديات اللي بتكون أمامهم هم على فكرة كمان كأب وكأم طبعاً. لكن الإصرار على النجاح وعلى المضي في الحياة. الآن وين شيماء بتفكر بعيداً عن الرياضة؟ شيماء الإنسانة، الفتاة صاحبة التحدي، صاحبة الهمة الكبيرة. يمكن أنا بحاول فعلاً دلوقتي إن أنا أعمل رسائل عن طريق إن بما ان كل حياتنا بقت على السوشيال ميديا، فببتدي ان انا ادي رسائل صغيره كده، فيديوهات صغيره لكل الناس اللي ممكن يكونوا من بيتابعوني، او الناس اللي بتحب ان هي تبقى عندها الطاقه الايجابيه. فبحاول ان انا اغير حياتهم بان احنا يعني نوصل لمرحله الرضا التام، لان البشر في العموم احنا مش 100% راضيين على حياتنا، وهتلاقي على طول في خطاب مع النفس ان ازاي احنا لا انا ما وصلتش لدوت، لا انا الشغل باظ فانا مش قادره اكمل، لا انا هفضل قاعده من غير جواز، لا يعني. ففي حاجات كتيره قوي النفس بتفضل تتكلم فيها. فلما انت تدي رساله صغيره عن طريق السوشيال ميديا اللي هي 3/4 الناس قاعدين قدامها دلوقتي، فبتحاولي ان انت تغيري حياتهم، منها ان انت هتستفادي ان هم كلهم هيدعوا لك دعوه حلوه، ومنها ان انت كمان في نفس الوقت هتقدري ان انت تساعدي حتى لو بشكل صغير، فتساعدي في تغيير المجتمع. ودوت الدور اللي بيبقى لينا كرياضيين او لاي حد هو بيبقى
مختلف في مجاله، فده اللي انا بقدر احاول اعمله دلوقتي.